فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي خال يعادي أهل السنة. نعم، يقول لي خال يعادي السنة وأهلها، حتى إن أصدقائي يسمونه عدو السنة وأنا مقاطعه ولا أكلمه ولا أسلم عليه منذ 5 سنوات، فهل أنا على حق في هذا الأمر؟ نعم، أنت على صواب وعلى حق، وهجره واجب حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.